هربا من ضيق المنازل وقيظ حرارة الصيف، تجد كثير من الأسر متنفسا لها تحت ظلال أشجار الغابة. حالة الطوارئ الصحية التي رافقت وباء كورونا زادت من إقبال المواطنين على فضاءات الترفيه بما فيها الغابات التي توفر للأسر ميزة التباعد الجسدي عن الآخرين. في هذا الوقت من هذا الوباء ديال كورونا اللي كاين، كنهربوا من لابلاج وهذه، وكنحاولوا نهربوا بالوليدات للغابه على اساس كاين تباعد، وانت كتشوف كما كتشوف الناس كلها بعيد على الاخر مسافه كبيره، وكنتفاداو العافيه. بنادم حتى الا بغى يدير شي حاجه يديرها في حول المسائل البوطه ولا هذه والنظافه. الشريط الغابوي للمعمورة المحاذي لمدينة سلا ليس استثناء. المجال يعرف توافد أعداد مهمة من الأسر، قد تؤدي سلوكيات بعضهم غير المحسوبة إلى أضرار بالغة بالغطاء الغابوي. هنا تكون الحاجة ملحة إلى مبادرات التوعية والتحسيس التي يقوم بها أطر المندوبية السامية للمياه والغابات. بين التدابير اللي قامت بها المديريه الاقليميه للمياه والغابات، بالاضافه الى تهيئه بعض ليزيكيبمون اللي درنا في هذه الغابه هذه، منها الكراسي، منها التشوير، منها التحسيس، منها كذلك ان بارك بور لو ستاسيونمون ديال السيارات، كنقوموا كالعاده بجولات بعين المكان باش نحسوا الزوار ديال هذه الغابه، هذا حفاظا على الغابه اللي هي ممتلكه ديالهم، من حيث اول حاجه يعني عدم استعمال النار من جهه، خاصه في فتره الصيف اللي كتكون فيها الحرائق الغابويه. ثاني حاجه كذلك التحسيس ديالهم باهميه ان هذا الغطاء هذا وهذا الفضاء يبقى دائما نظيف، بالتالي جمع جميع النفايات اللي كيخليوها هذه العائلات في يعني في نهايه ديال اليوم ديالهم ديال الترفيه. بالاضافه الى كذلك كنساهموا بعمليه ديال التحسيس يعني بضروره التباعد الاجتماعي، خاصه في هذه الظرفيه الحاليه اللي كعرفها بلادنا. ويتوزع أفراد مندوبية المياه والغابات على مجموع الأسر الحاضرة بالغابة من أجل النزهة، لتذكيرهم بقواعد الحفاظ على الفضاء الغابوي تفاديا للحرائق والنفايات التي يخلفها البعض منهم، فيما ترابط فرق أخرى للتدخل من أجل تطويق أي مشكل قد يحدث في الفضاء الذي تقارب مساحته 10,000 هكتار من المجال الغابوي التابع لعمالة سلا.